اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج هنا والشيف. كل سنه وحضراتكم طيبين، يا رب تكون حضراتكم استفدتوا من الحلقات اللي فاتت. النهارده معانا شيف هويدا، اهلا بيك يا شيف. اهلا اهلا، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله. عامله لنا ايه النهارده؟ عامله لك فته زبادي. الله. وممبار ده بمناسبه الحر يعني. فاتت زبادي بقى. هي قالت النهارده مش هتعمل اي حاجه بالصلصه خالص، قالت هتعمل حاجات زبادي وحاجات كده. هو الممبار عاملينه بصلصه مش هنسبك عشان ما يبقاش. طب حلو قوي. حلو. وعامله ايه تاني؟ وجلاش بالكريمه. طب حلو قوي. نقول لهم المقادير، حضرتك هتبتدي في ايه؟ انا هبدا بالفته. طب يلا. فتت الزبادي، فتت زبادي 2 كوب ارز مصري، 2 عيش لبناني، 4 علب زبادي، نص كريمه طبخ، 2 صدور مسلوقه، ثوم، كزبره، مكسرات. اتفضلي. عندنا الاول طبعا في كريمه في الفته عندنا الفراخ. تمام. ده صدور فراخ مسلوقه عادي جدا في الشوربه، بتحط البصل والفلفل والحاجات اللي هي بتاعه الشوربه، وبعد ما خلصت هي المسلوقه بيها ملح وفلفل يعني. ملح وفلفل وبصل. وبعد كده بعد ما استوت انا قطعتها قطع صغيره. تمام ماشي. عندنا طبعا زبادي، الزبادي دوت لاربع علب زبادي بنحط لهم نص كوبايه كريمه طبخ. تمام. متهيألي ده اكتر. لا هو نص كوبايه. طيب. وعندنا ايوه يعني ما عدلش على حضرتك. طيب تمام. اوكي. وعندنا كمان ده ثوم وكزبره. تمام. ثوم وكزبره نيين بناخد شويه منهم. تمام. ونحطهم على مش متحمرين بنحطهم على الزبادي مع الكريمه. معلش هو احنا ليه بدانا بالصوص بتاع الزبادي؟ لان الصوص بيحب يقعد شويه قبل ما ياخد من بعضه. حط في الثلاجه مثلا؟ لا مش يعني قبل ما نخلص الحاجات الثانيه بيكون هو خد الطعم من بعضه. تمام يعني. ومعانا ملح وفلفل. اوكي. اللي عايز يزود طبعا يزود العلب عادي. تمام. المره اللي فاتت الاكل كان دسم جدا يعني، بط وورق عنب وبعديها برضو. لا لا صعب صعب. احنا النهارده يعني حلقه لايت المفروض يعني. بعد كده بقى هنجيب الثوم بتاعنا والكزبره. تمام. وهنبدا مع السمنه وهنبدا نحمره. انا الستيب دي بقى نسيتها امبارح. ايوه انا اتصلت بيكي وعرفت الطريقه، فالستيب دي نسيتها امبارح. لا دي اهم طريقه، اهم حاجه فيها بقى. هي اتحطت مسلوقه عادي. اتحطت مسلوقه بس طبعا دي بتديها بقى طعم وبتديها نكهه تانية خالص. تمام. طبعا معانا بقى هنا السمنه تسيح شويه. حط برده نفس الكلام، كزبره على ثوم. تمام. نفس الكلام برده. تمام. احنا معانا تليفون. الو. ايوه اتفضلي ياسمين. ياسمين صباح الخير يا ياسمين. تسلم ايدك يا شيف، الحلقه تحفه. ميرسي يا ياسمين. متابعه ولا ايه؟ متابعه طبعا. تابعتي الحلقات اللي فاتت؟ اكيد. النهارده قلنا نعمل حاجه خفيفه كلها تتفرج معايا يعني. ميرسي جدا. في اي طيب استفسار او سؤال او حاجه؟ كنت عايز اسال قرعه صغيره هي بتعمل كل يوم، فلو تقدري تدينا افكار جديده. افكار للاكل ولا افكار لايه؟ معلش. طب ياسمين كلمينا تاني. ماشي. صوت مش هي ورق. سمعت ماشي في الاخر. هي مش عارفه سمعت. طبعا احنا حطينا الثوم على الكزبره والسمنه وحطينا معلقتين خل. تمام. طبعا الريحه طالعه ريحه فظيعه. قلبتي الاستوديو. هنحط بقى هنا الفراخ عشان تاخد برضو من الطعم ده. تمام. ريحتها تحفه. هي كده مش هنحط عليها اي حاجه تاني؟ لا هنحط بقى شويه ملح وفلفل وخلاص يعني. هي عليها طبعا هي متحدقه. تمام. نجيب بقى شويه شوربه مرقه من بتاعه الفراخ اللي احنا سلقنا بيها الفراخ، وهناخد شويه منها نحطها عليها. هي كده تبقى بتطريها شويه. بتطريها شويه عشان طبعا هي فته يعني، وفي الوقت نفسه بتديها طعم حلو. تمام. طب يعني مش كبيه كبيره، يا دوبك حاجه بس كده. تمام. وطبعا برضو شويه ملح ملح وفلفل. هو احنا لو حطينا الثوم والكزبره نايين عادي مع الخل نايف ني كده من غير نار ومن غير ما بتبقاش حلوه. الثوم بقى طعمه بيبقى جامد يعني. باين فيه. هي ايه الفرق بينها وبين الفته بتاعه الشاورما؟ فته الشاورما ما بتتعملش بالرز المصري،
فتة الشاورما بتتعمل بالرز البسمتي. تمام. طبعا بنحط له الوان او حاجات من دي طبعا زي ما احنا عايزين. عندنا فتة الشاورما طبعا الفراخ بتتقطع قطع وبتتبل قبليها، بتتبل بهارات شاورما اللي هي توم باودر وبصل باودر تتبيله زي تتبيله الفراخ العاديه. اه دي تتبيله الشاورما، يعني دي مسلوقه. دي مسلوقه ورز مصري. وبعد كده طبعا تاخدي الفراخ الشاورما المتقطعه بتشوحيها بقى على النار، طبعا متبله ومعاها زبادي وزيت، بتحطيها على النار وبتشوحيها نفس الصوص بتاع الزبادي اعتقد، نفس الصوص نفس الترتيب ونفس العيش ايوه، بس طبعا بس برده فتة الشاورما في الفراخ بتحب بقى التوميه، ما بتحبش الزبادي قوي، بتحب التوميه بتبقى افضل لها يعني. تمام. طبعا احنا هنجيب بقى هنا نبدا نعمل الرز، احنا قلنا عاملين قد ايه رز؟ كوبايتين. تمام. هنبدا نركب الطبق بتاعنا، هنا هنحط الاول الرز. رز ابيض عادي، رز أبيض يعني موجود في كل البيت. رز ابيض مصري بيتطبخ زي ما احنا بنطبخ رز. لنا طبعا اسئله كتير، ومن ضمن الاسئله كانوا يعني او حابين يعني البرنامج، عشان هو برنامج اقتصادي اكتر. أيوة. المره اللي فاتت عملت لهم اصناف كتير من حاجات كلها موجوده في البيت، وهي دي افضل حاجه، كانت رز وكان والبهارات وورق العنب والحاجات دي كلها متوفره. أيوة. ومش غاليه. ايوه. احنا بنعمل ايه دلوقتي؟ احنا خلاص خدنا الفراخ بنرتب بس ترتيب الفته العاديه. بنرتب الترتيب بس. تمام. بعد كده هنجيب العيش اللي هو اللبناني اللي احنا محمصينه، اللي احنا محمصينه ومقطعينه ومحمصينه. تمام. ممكن يتحط في الفرن وممكن يتقلب الزيت ده حسب الرغبه. اللي حبه لايت يحطه يا دوبك حبه زيت كده عليه. لايت ايه يا شيف ده انت يعني اللي مش عايز يحمره صعب جدا. طب شيف احنا اول ما بنبدا على السفره بنلاقي نفسنا ان احنا مش قادرين ناكل. الاكل كتير وعاملين اصناف كتير، تنصحينا نعمل ايه؟ هو طبعا هو في الاول اول ما بنفطر لان الدنيا حر. فبنفطر دايما على العصاير على الخشاب. طبعا ما هي العصاير هتخلينا ان احنا ما ناكلش. بدوب بعد شويه بقى صلاه المغرب، صلاه العشاء والتراويح، بعد كده بص تلاقي بقى كله اتهضم بقى، كله رجع ياكل تاني، ابتدى يرجع ياكل تاني. او ممكن مثلا نبدا بالشوربه. شوربه شوية افضل، بس التمر طبعا احسن لان التمر ده هو سنه طبعا. سنه يعني. لان طبعا الجسم ما بيبقاش فيه طاقه طول اليوم من الصيام. التمر طبعا بيديله طاقه. والشوربة طبعا عشان المعدة، عشان المعدة تبقى بتكون فاضية. فده بيكون لها أفضل. أنا رأيي برضو إن احنا يعني ما يبقاش الأيتمز كتير قوي، يعني صنف اتنين كويس. يعني احنا برضو بنعمل طبعاً كميات وأصناف. في رمضان الناس ما بتحبش تاكل كتير، فطبعا أو بتحبش الأكل البايت، فنعمل أكل على قد اليوم ويبقى افضل لنا من ان احنا نسيبه يعني يبات ما بتاكلوش وممكن يترمي او كده. فالافضل احنا نعمل كميه يوم بيوم على قدنا. تمام. احنا عملنا ايه؟ احنا حطينا بقى ركبنا الطبق، حطينا قلنا الترتيب من اول تاني، شو رز وبعدين الفراخ مع الخل والبهارات بتاعتها، بعد كده العيش المحمص وبعد كده الرز. تمام. هنيجي بقى هنا في نفس اللي احنا عملنا فيها دي عشان برضه تبقى واخده نكهه الخل. نفس الطاسه اللي عملنا فيها. بناخد شويه سمنه اعتقد على عيني. ايوه. وناخد شويه الثوم والبصل والكزبره اللي فاضلين. قولي لنا بقى يا شيف لو جات لنا مكالمه كده قبل المغرب بنص ساعه في ضيوف جايين، ممكن اسرع حاجه نعملها ايه؟ اسرع طبعا في الثلاجات بيبقى متخزن السمبوسك، ده اهم حاجه. تطلع عندك فراخ اللي احنا قلنا في اول حلقه بقى هنخزن ايه. اوكي. عندك فراخ بانيه هتطلعيها، في صدور متبله مشويه هتتعمل على الجريل بسرعه مع مكرونه. المكرونه اسهل حاجه. مكرونه. ايوه. اللي هو طول السنه بناكلها دي. ما هي دي حاجات الطوارئ. تمام. طبعا معاها هنجيب ايه؟ لوز متقشر وهنحمصه معاها. احنا معانا تليفون. صباح الخير. صباح الخير. اهلا وسهلا. البرنامج حضرتك حلو جدا، يعني احلى مذيع واحسن شيف، يعني في تقدم طول الوقت ان شاء الله. ميرسي جدا يا محمود. في اي سؤال طيب للشيف؟ كنت عايز حضرتك استفسار عن الجبنه اللي بنستخدمها في الكنافه، هي ايه نوعها؟ الجبنه الحلوه؟ اللي بنستخدمها في الحلويات. عايز نوع معين من الجبن تقولك عليه الشيف؟ يا ريت يعني يا ريت شيف تقول لنا على كذا نوع جبنه نستخدمه في الحلويات. اخبار الصيام معاك ايه يا محمود؟ تعب. الحمد لله. يعني بتحب تعزم ولا تتعزم؟ لا بصراحه اتعزم، يعني بحب ادوق اكل جديد. لما كل الناس هتحب تتعزم، طب مين اللي هيعزم يا جماعه؟ يعني مره لينا ومره علينا. ماشي يا محمود، تابعنا والشيف هترد عليك. ميرسي جدا.
طبعا بعد ما حطينا كده هنجيب بقى الصوص بتاعنا اللي هو زبادي وكريمه الطبخ. احنا حطينا دلوقتي كريم صوص الزبادي. صوص الزبادي اللي هو 4 كوبايات زبادي، نص كوبايه كريمه طبخ، أيوة. ملح وفلفل، أيوة. كزبره، ثوم وثوم. شفتي انا شاطره ازاي؟ برافو. يعني انا املي ان اطلع من البرنامج ده. يعني انت جربتي امبارح اهو لقيتي نفسك ايه ما شاء الله. لا ما لقيت نفسي ايه، ثانيه واحده بس يا جماعه، انا في ستيب كده وقعت مني اللي هي بتاعه تحمر على النار دي، وما حمرتش الفراخ فحطيتها زي ما هي مسلوقه فهتمشي يعني. بس يعني انا التارجت بتاعي ان انا اطلع من البرنامج بعد 30 يوم الاقي نفسي يعني بعرف اعمل صنفين ثلاثه كده. لا هتطلعي تعملي اصناف كتير ان شاء الله. انا يعني دايما بعمل اصناف رز ومكرونه بعد كده. انا دايما بعمل اصناف سهله عشان تبقى سهله انها تتعمل. لا لا سهله واقتصاديه جدا. احنا كده خلصنا حطيناها، هنبدا بقى نحط احنا حمرنا المكسرات. حمرنا المكسرات مع الثوم والكزبره. لازم ثوم وكزبره؟ اه لازم، علشان تديها طعم وتديها نكهه. طبعا حمرت المكسرات معاها ليه؟ علشان برضو تبقى واخده من طعم بتاعه الثوم وبتاع الكزبره. حلوه جدا، تسلم ايدك يا شيف، ما خدتش اي وقت. سهلة 10 جدا دقايق جدا جدا. رز مصري عادي موجود في البيت، العيش موجود في البيت، الزبادي احنا بنسحر زبادي. في بديل بقى لكريمه الطهي؟ لان انا بحس بديل كريمه الطهي شويه يعني غاليه برقم. لبن يعني لبن مع معلقه دقيق، يعني كوبايتين لبن نحط عليهم معلقه دقيق ونضربهم في الخلاط بس كده. بس كده بتبقى كوبايتين لبن ومعلقه دقيق. كوبايتين لبن ومعلقه دقيق بتتضرب في الخلاط. طب ما هي بتديكي نفس النتيجه بتاعه كريمه الطبخ بالظبط. ليه كريمه الطبخ غاليه قوي مع ان ما فيهاش اي يعني ابتكار؟ يعني هما مش عارفه بصراحه يعني اشمعنى ده اللي غالي. لما البديل بتاعها اللبن وده هتبقى جميله جدا، واللبن برده موجود في كل بيت ومعلقه دقيق هتبقى افضل. افضل يعني. تمام احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ هنبدا بقى في الممبار. الممبار عندنا كوبايتين رز برده مصري مغسول. نقول مقادير الممبار يا شيف. ايوه، نص كيلو ممبار، نص كيلو رز، 4 معالق صلصه، شبت وبقدونس وكزبره، بهارات. أيوة. ملح وفلفل بهارات. هنبدا بقى. ده الرز اهو انا طبعا عاملاه بصلصه، ما عملتش تسبيكه علشان هو مغسول. الرز مغسول ومنقوع. ننقعه شويه افضل لنا ان احنا ننقعه شويه. اوكي، واربع معالق صلصه. واربع معالق صلصه عندنا شبت وكزبره وبقدونس. هي خلطه المحشي العاديه؟ خلطه المحشي العاديه بالظبط. بس ولا ده فيها حاجه زياده؟ ده ني في ني، الممبار دايما نعمله ني في ني. طب ما الثانيه برده بنعملها كده؟ لا بس ده بتحط على النار. ده بتحط على النار، ده مش حتى على النار. البصل كمان نقطعه كبير شويه. بصل الممبار ما بتبشرش، الافضل ان هو يبقى يتقطع يبقى باين فيه، يبقى باين فيه، لان طبعا عشان يدي مساحه جوه للرز ان يستوي، وفي الوقت نفسه يبقى باين ليه شخصيه فيه. شخصيه في الممبار. ايوه باين باين طعمه. اوكي، ملح وفلفل بهارات. وملح وفلفل والبهارات طبعا زيت. فداكي يا شيف، سوري فداكي. الصيام يا جماعه مأثر على الشيف جدا. عندنا بقى البهارات بتاعتنا، الملح هي البهارات دي اللي هي ايه شوف؟ البهارات اللي هي ملح والفلفل طبعا، في بهارات 7 بهارات، في بهارات اللي هي لا يعني هي كل يعني الحاجات اللي بنسموها بهارات بنستخدمها في كل حاجه. اللي يعني الاساسي في كل حاجه الفلفل الاسمر، الحبهان المطحون، الكزبره المطحونه، دي اساسي في كل حاجه. شويه كزبره، انا بحط الكزبره بس على الملوخيه. لا شويه كزبره معاه بتدي له طعم حلو. لا ما بقول لحضرتك يعني انت عارفه ده انا شاطره. طيب احنا معانا، نقول المقادير تاني كده للناس. نص كيلو ممبار، نص كيلو رز، 4 معالق صلصه، شبت، كزبره، بقدونس، بهارات. دلوقتي بقى احنا بنقلب الخلطه كلها على بعضها ونشوف. طبعا لونه احمر، اذا كان مش يعني اللون مش احمر قوي بنزود صلصه. طبعا هو لون كويس كده، لون كده كويس. في بقى طريقه لحشو الممبار، الطريقه بتاعتي دي طريقه سهله جدا. طب يلا وتحشي بسرعه جدا ومن غير اي حاجه. طب قبل ما نشوف طريقه الحشو ونستقبل تليفون عمر. ايوه، ازيك يا عمر؟ ازي حضرتك يا شيف؟ الحمد لله. انا مش الشيف. الحمد لله. انا بس كنت عايزه اقول شيف وايده انا بحبها جدا وبحب كل الحلقات، وكنت عايز بس اعرف طريقه الستريبس والناجتس. طريقه ايه؟ التشيكن ستريبس والناجتس. تشيكن ستريبس والناجتس. حاضر. أوكي. ماشي. هتاكلهم في رمضان عادي يعني؟ مش هتاكل خضار، مش هتاكل فراخ مشويه، مش هتاكل البط والحاجات اللي بتعملها؟ لا هاكل ناجتس. ماشي يا عمر، ميرسي جدا ليك.
باي باي. نرجع هنا بقى للممبار. طبعا الممبار بيبقى طويل، انا بقطعه. احنا ردينا على نوع الجبن. لا، نوع الجبن اللي احنا اللي المفروض للحلويات، في جبنه اسمها جبنه شلل. شلل؟ شلل او مش اللي هي جبنه سوريه. اه. الجبنه دي بتبقى حادقه شويه، قبل ما بنستخدمها على طول بنحطها في الميه 5 دقائق بالظبط، نقلبها بايدينا كده وتبقى عاديه دلع. بتبقى بتنزل ملح كده بتبقى دلع. طبعا بتحط في الحلويات كمان بتمط ويبقى طعمها جميل جدا، هي دي انسب جبنه ليها. حلو ده. طبعا الممبار مغسول، هو طويل، انا طبعا قطعته بالطول اللي انا عايزاه، في ناس بتحبه صغير قوي. في اللي هو البوبش ده. في ناس بتحبه كده، انا بحبه المتوسط ده. هنمسك بقى كده الممبار اهو، فاتحينه بصوابعنا اهو. تمام. وهنحطه كده ونبدا ندخل بالصباع ده. تمام. يا ريت لو الكاميرا مبينه. بنبدا نعمل كده، بص اتحشف. ايه ده؟ اتحشف على طول ونبدا ننزل كده. المفروض ان هو ما بيبقاش مليان قوي، أيوة، عشان لان طبعا عشان يستوي وعشان ما يفرقعش مننا. ونبدا نظبطه كده. احنا عايزين مره بقى طريقه تنظيف الممبار. ولا هي سهله ولا ايه؟ سهله جدا. بتنظف ازاي؟ سهله جدا. نعمل تاني، هنفتح كده الممبار. عايزين نعرف الممبار بيتنظف ازاي. مفتوح كده اهو، فتحنا بصوابعنا كده ونبدا نحط هنا وندخل كده بالصوابع التانيه دي، ندخل بيها كده. تمام. هو بيتسلق بعد بعد كده طبعا بنسلقه، بنحطه في بنحط الميه على النار تغلي، وبعد ما الميه تغلي بنمسكه احنا كده نظبطه زي ما احنا حاطينه كده، وبنمسكه بايدينا الاثنين كده ونحطه في الميه. هو طبعا بقى من الطروف دي بيدخل له الميه من جوه اللي هي الشوربه، وبيبدا يستوي بيها الرز. طب في ناس بتستخدم القمع في الحشو الممبار. هو والله برده عادي ان هم يستخدموا القمع، بس انا عندي هو صح، بس انا بحب الطريقه دي لانها سهله، انا بستسهلها بعملها بسرعه يعني. بحشيها بسرعه. فطبعا كده بعد كده بناخده ونحطه في الميه المغليه. طبعا بنكون محدقين الميه قبل ما نحط فيها الممبار. تمام. لان الميه هتخش جوه الممبار لو مش حادقه هتعذبه. تمام. فلازم الميه تكون حادقه على اساس ان هي تسوي الرز اللي هيدخل جوه، الميه اللي تدخل له تبقى حادقه وتسوي الرز بتاعه. بنسيبه على النار نص ساعه ونبدا نختبره، بنطلع واحد ونتك عليه نطلع الرز اللي جوه. اذا لقينا الرز سوا اوكي، لسه بنسيبه شويه بس طبعا اول ما بيبدا يغلي بنوطي النار شويه عليه علشان يستوي براحته من غير الممبار ما يفرقع. تمام. اوكي. حلو ده. احنا معانا ممبار جاهز؟ معانا ممبار جاهز. جاهزه دايما يا شيف. طبعا ده بيبقى شكله النهائي بعد ما بيتحشى وبيتحمر. تسلم ايدك. تسلم ايدي كشف. احنا كده عملنا فتت الزبادي وعملنا الممبار المصري العادي بتاعنا. ايوه. في اي افتكاسات تاني في الممبار؟ لا، احنا ما قلناش غير كده. بس في اللي هو البوبس ده اللي هو بيبقى صغير. الصغير خالص ده بقى بيتعمل ازاي؟ بتقطع؟ لا، بناخده وهو طويل نحشيه كله. أوكي. وهو طويل، وبعد كده بنبدا نربطه على قد الحجم اللي احنا عايزينه. تمام. نبدا نربطه بيبقى عامل زي العقد كده. وبعد كده بنجيب بقى خله سنان وبنخرمه قبل ما ننزل، لان طبعا احنا عاقدين فمش هيوصل له ميه تسويه. تمام. فلازم نجيب خله سنان ونخرم كل واحده قبل ما ننزلها في الميه. تنزل طبعا فما بتبقى عامله زي العقد كده تستوي، بنطلع بقى نفك ده ونحمره بيبقى برده تحفه جدا. تسلم ايدك. احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ دلوقتي هنعمل جلاش بالكريمه. ده الحلو. معانا لفه جلاش. ومعانا جلاش برده يا جماعه، ارخص حاجه لفه الجلاش. والكاستر طبعا متوفر في كل مكان، احنا بنجيبه وناخد 3 معالق منه مع كوبايتين لبن، والسكر حسب التحليه يعني. في ناس بتحبه عادي، في ناس بتحبه حلو، حسب التحليه. ونبدا نجيب. طب حاولي ما تحطيش سكر كتير، لان انا يعني لا انا حاطه سكر، انا حاطه سكر حتى سكر خفيف. هنبدا بقى نجيب السمنه بتاعتنا. تمام. وندهن السمنه. احنا نقول بس مقادير الجلاش. جلاش بالكريمه ولا بالكاستر؟ بالكاستر. كريمه الكاستر. تمام. معانا لفه جلاش، 3 معالق كاستر، 2 كوب حليب، نص كوبايه سكر، نص كوبايه سمنه، الشربات كوبايه سكر وكوبايه سمنه، ونص ليمونه وكوبايه سكر وكوبايه ميه. كوبايه سكر وكوبايه سكر وكوبايه ميه ونص ليمونه وفانيليا. نبدا بقى ناخد الجلاش بتاعنا واحده واحده. الصينيه المدوره دي اصعب متهيألي. هنعمل ازاي؟ هنحطها كده نصها بره والنص جوه. تمام. ونبطن بيها الجدار بتاع الصينيه كده. نبدا ناخد واحده ثانيه. نفس الحكايه برده، نصها بره كده والنص الثاني بنبطن بيه الصينيه. طيب اوكي. تمام.
احنا بنعملها كلها ولا نصها؟ لا هي بنعمل على قد ما الصينيه تاخد. تمام. هي الصينيه دي مش كبيره قوي فمش هتاخدها كلها. طبعا بين كل الحاجات دي لازم ندهن سمنه بينهم بين كل رق ورق. هنبدا نحط تاني. احنا طبعا عاملين كده ليه؟ لان الكاسترد ما ينزلش من بره الجلاش، يبقى موجود جواه وهو بيستوي. تمام. نفس الموضوع هنحطه كده ونبدا نضغط على الجناب كده علشان تبطن الصينيه وتنزل بالشكل بتاعها اللي احنا عاملينه. سهل جدا. سهل جدا جدا، ما بياخدش 5 دقايق. الحلقه النهارده جميله جدا يا شيف، ربنا يخليك. خفيفه كده يعني، مش متعودين منك على كده الحقيقه. ما شويه كده وشويه كده بقى. هناخد واحده ونطبقها 4 كده ونحطها في قعر في النص الصينيه، في نص الصينيه. تمام. في الارضيه بتاعه الصينيه. تمام. على اساس ان هي ايه، تشيل الجلاش لما يجي يتعمل. تمام. وبرده بندهنها ونحط تاني رق. ده اسرع حلو ممكن يتعمل فعلى طول، ما بياخدش اي حاجه. هنجيب بقى طبعا، انا عامله هو الكاستر ده بيتباع جاهز؟ الكاستر باودر بتاعه بيتباع جاهز. باودر واحنا بنحط عليه كوبايتين لبن، بنحط عليه كوبايتين بنقلبها على البارد، لبن ساقع، اللبن ساقع على البارد ومعاه السكر بس كده. وبعد كده طبعا بس لازم يكون قوامه تقيل شويه، يعني طبعا الكاستر اللي بيتاكل ما بيبقاش قوامه تقيل كده، بيبقى خفيف شويه بحيث انه يتصب في الاطباق. هو ده كاستر ولا ده السمنه؟ ده كاستر بس انا متقلاه شويه، لان ليه؟ ده هيدخل الفرن فبيسيح. هيسيح. اوكي. فلازم يبقى جامد شويه. يعني ده قد ايه؟ نعم. حط قد ايه بالظبط؟ 3 معالق كاستر وكوبايتين لبن. تمام. طبعا هو بيبقى كتل كده بس هو جامد بيسيح. من التكييف ولا هو؟ لا هو تقيل شويه وبرده في نفس الوقت التكييف جمده شويه. تمام. بس طبعا لازم الكاستر اللي بيتعمل في الكريمه في الجلاش او في الكنافه لازم يبقى تقيل شويه كده. تمام. لازم. تمام. هنبدا احنا بقى نسويه بالمعلقه كده، بس برده ما نقربش من الطروف قوي علشان ما يتحرقش. حلو جدا. لازم يبقى تقيل كده شويه علشان احنا مش هنحط عليه اي حاجه تاني. لا هو حشو في الحشو، مش هنحط حاجه كده. نبدا بقى نجيب اللي احنا عملناهم من بره ندخلهم جوه. وطبعا مع كل واحده وواحده برده سمنه. السمنه طبعا او زيت عادي؟ لا الافضل بقى للحلويات بتبقى الزبده او السمنه البلدي. الزبده اللي هي الصفراء، الزبده الصفراء او السمنه البلدي. تمام. نبدا نلمهم على بعض كده، وبين كل واحده وواحده برضو بنحط السمنه. حفظنا خلاص يا شيف عشان يطلع. انت احلى مورق. حاجه ان انت بتحفظينا الطريقه، يعني احنا بنطلع من الحلقه حافظين الطريقه. عشان يطلع مورق. احنا عايزين بقى نعمل لهم صخور في مره كده، يعني حاجه جديده، حلقه نعمل لهم صخور مختلف غير بقى، لان احنا طول رمضان زهقنا من الفول والجبن والحاجات دي، فممكن نعمل ايه بقى حاجه جديده؟ يعني بيتزا مثلا، ميني بيتزا. بتبقى ظريفه جدا برضو. الجلاش ده ممكن يتعمل بيتزا، بيبقى حلو جدا لما بتحشب الجبنه والزيتون والبسطرمه، كل الحاجات بقى اللي موجوده دي. جلاش بالخضار قصدك؟ جلاش مش بالخضار، بالجبن. خضار اللي الزيتون والفلفل والطماطم. ايوه في زيتون وجبنه رومي مثلا وكده، وفي بسطرمه. حلو، ده هيبقى سهل برده، مش هياخد وقت جداً خالص، ما بياخدش وقت خالص، وطعمه في منتهى الجمال. انا بوفر وباكل الطبق بتاع الفطار. بيبقى جميل جدا بتاع الفطار. وناس كتير بتعمل كده على فكره. طبعا احنا بنقفل بعديها الزبادي بقى عشان، وكمان الموز على فكره، الموز حلو جدا في السحور. في السحور، في السحور مزايه، في السحور ما بتخليش الانسان يعطش، بتدي له كل احتياجاته من البوتاسيوم لان الموز غني بيه. بيبقى جميل جدا الموز. تسلم ايدك يا شيف. احنا كده ايه عملناها، وهنبدا نقطعها ونحطها في الفرن. تمام. تسلم ايدك يا شيف. احنا بنقطعها ايه؟ اي تقطيع عادي؟ لا هو انا بقطعها حسب شكل الصينيه عشان لما. طب المدوره دي تتقطع ازاي؟ هي بصي الصينيه ليها حواف، اهي انا باخد من كل حافه اقطع بالسكينه عشان يبقى الشكل بتاعها مظبوط. تمام. هنحط حاجه عليها او حاجه؟ ايوه. هنحط بقى سمنه تاني على الوش عشان هي كده مشرشره شويه عشان تشربها. تمام. وندخلها على الفرن. تمام.
الفرن بتاعنا 180 في النص، هنحطها في النص. في النص والفرن على 180. تمام، احنا معانا حاجه جاهزه. بتطلع بتتسقى بالشربات اللي هو كوبايه سكر وكوبايه ميه ونص ليمونه وفانيليا. ده شكلها طبعا بعد ما بتطلع. تسلم ايدك يا شيف، رائع. احنا مبسوطين النهارده من الاكل اللي عملته لنا، مبسوطين ان الحلقه لايت، يعني ما فيش بقى حاجات بس دسمة. جميله يعني، هي برضو حلوه جميله يعني. جميله الطعم بيبقى حلو، وهي كمان محتاج الزبادي. أيوه. والحاجات اللطيفه دي. أيوه. احنا بنشكرك جدا يا شيف، ربنا يخليك يا رب تكون عجبتهم، وان شاء الله تجربوها كده وتبقى جميله طبعا بإذن طبعا الله. طبعا، وان شاء الله حلقات ثانيه كتير مع بعض يا رب. مشاهدينا دي كانت حلقتنا النهارده، يا رب تكون افادت حضراتكم وتجربوا الوصفات بتاعه شيف هويده. ان شاء الله نلتقي في حلقه قادمه، الى اللقاء.